شيء جميل ان في انديه كبيره وسكاوتس وفريق كشافين من اكبر انديه العالم موجودين جوه مصر. دي كانت فرصه بالنسبه لنا احنا صغيرين صعبه جدا، يعني ان احنا عشان كان حد يشوفنا كنا بنضطر نسافر وترايلز، او لو حظنا حلو ان حد يشوفنا مع المنتخب. شيء جميل ان في عدد كشافين كبير موجود وانديه كبيره. ان شاء الله البطوله دي يعني تطلع 3 او 4 لعيبه يكونوا مميزين جدا لمصر، ونشوف مواهب للمستقبل تقدر ان هي تفيد البلد. الاولاد لازم يلعبوا بشجاعه ويلعبوا من غير خوف، وان شاء الله يقدروا يعملوها كويس. يلعبوا من غير خوف، دي اهم حاجه، لان في حته بتاعت العامل النفسي ان الاولاد ممكن يبقوا خايفين وهم صغيرين، الاولاد قلقانين. بقول لهم العبوا من غير خوف، ممكن اول مره ما تبقاش كويس قوي، وتاني مره تبقى كويس، وتالت مره تبقى احسن. السكاوتنج تيم وفريق كشافين اللي بيبقوا متمرسين بيبقوا عارفين ان هم الولاد ممكن في الاول ممكن ما يبقوش في احسن مستوى ليهم، فلعبوا من غير خوف ولعبوا شجاعه، ودي اهم حاجه.